رمضان كريم، الروشة أرجان بيروتانا. أنا شيف ريان، واليوم رح نحضر كبة باللبن، من أطيب الأكلات. واللبن عادة بيعطينا القابلية للأكل وما بيعطشنا تاني نهار. هلا للكبة فينا نكون محضرينها قبل بوقت، والكبة هي تقريبا كيلو لحم 800 جرام برغل، وشوية بازيليك، وشوية بهار أسود وبهار حلو، وشوية ملح، وآخر شي بنزيد للبصل المطحوني، وبنعمل كبة كبيرة تبعنا. فينا نحشيها لحمة، فيها تكون فارغة الكبة، مش هالمشكلة. فبقى بهالوقت فينا كمان نحط شوية زبدة على النار، ونقلي شوية ثوم وكزبرة فيها، ونبلش نسكب صحننا ونحضره لبين ما الكزبرة والثوم طبخوا على الغاز. بنحط الرز بنص الصحن، بنكون محضرين اللبن تبعنا، بنكون طبخين اللبن تبعنا، وبعدين بنحط اللبن حواليه. بهالوقت بنطل شوي على التومات تبعنا، ونقلبهم تما يلزقوا ويلدعوا ويتغير لونهم. والكبة فينا يكون قليينة أما شاويينة، مثل ما نحنا بنفضل ومثل ما بنحب. بنبلش نسكب الكبة تبعنا على اللبن وأطراف الصحن، هيك بنعطي لوك جديد للصحن، ولوك غير ما معودين عادة عنه نحنا. فبقى بنسكب الثوم والكزبرة فوق الرز، شوي صغيرة فوق الرز، والباقي فوق اللبن والكبة. وفينا آخر شي ننهيها بشوية لبن إذا بنحب، وإلا نتركها مثل ما هي، نحط اللبن على جنب، اللي بحب لبن زيادة بياكله. وآخر شي رشة مكسرات صغيرة بتعطيها نكهة طيبة كمان، بنكون مقليها بشوية زبدة، بتعطيها نكهة طيبة للكبة بلبن، بتخليها تكون مغذية أكتر وغنية بالفيتامينات والبروتيين. وهي الكبة بلبن من روشة أرجان بيروتانا، ألف صحتين.